معجزة إلهية والله العظيم، لم ولن تتكرر إلا مع الناس المتقين. تتجوز أبيض ورحمة أم الغالية بمساجدك وخليك تنسى اليوم اللي أمك كلتك فيه. مين اللي اتحمل؟ مين اللي اتحمل؟ هو اللي اتحمل ولا إيه اللي أدب فاجر ومزور؟ مش هعتب على محمود الخطيب خالص، بس محدش يكلمني عن صفحه جديده معاه. انا هنيتك احترامي النادي الاهلي بجماهيره وبطولاته ولاعيبته وتاريخه. انت فاكر انك انت لما انا هنيك وانت ما تهنينيش انا اللي بقيت صغير؟ لا، انا الراجل محمل اسمي. بقول لك ايه ان شاء الله؟ بلاش نادي الزمالك، الشوبير ده لعب رئيس النادي، بلاش نادي الزمالك. عشان عندي كلام كتير كتير جدا وقانون الفيفا يمنع الحصول. عمر كمال عبد الواحد لا ما تروحش، وعمر كمال عبد الواحد لو ما جاش النادي هيتقفل لانك بتمثل حزب سياسي وده ممنوع. لا ورحمه امي، لا اقول اسم بقى الباشا اللي انت قلت لي عليه سندك وطلعك انت والواد اللي لسه في السنه جايه. شغل البلطجه ده عند امك يا انا فاهم؟ شغل البلطجه ده عند امك. انا في النهايه ادعو لنا ربنا يوفقنا على هذا الحمل الثقيل.